في يوم 11 سبتمبر 2001 صحي سكان أمريكا كلهم على أسوأ هجوم في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، وده لما اصطدم الطيارتين ببرجين مركز التجارة العالمي في نيويورك، واصطدمت طيارة تالتة بالبنتاغون في واشنطن، وكمان تحطمت طيارة تالتة في ولاية بنسلفانيا. هجمات 11 سبتمبر أدت لمقتل 3000 شخص وإصابة أكتر من 6000 شخص، وكمان اتسببت في اندلاع حربين في العراق وأفغانستان واتقتل 500,000 مدني. 11 سبتمبر بتعتبر لحظة فاصلة في السياسة الأمريكية والعالمية. بعد الهجمات دي أصدر الكونغرس الأمريكي قانون بيسمح باستخدام القوة ضد المسؤولين عن الهجمات دي، وكمان الرئيس الأمريكي السابق اتهم زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن بالمسؤولية الكاملة عن الهجمات دي. وبعد ما طالبان رفضت تسليم أسامة بن لادن، بدأت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي الناتو حملة عسكرية في أفغانستان أدت في النهاية لهزيمة طالبان، وبعد 10 سنين اتقتل أسامة بن لادن في عملية نفذتها فرقة كوماندوس أمريكية خاصة في أبوتاباد في باكستان في 2 مايو 2011. المجتمع الأمريكي كله عانى بعد الحدث ده وقعدوا سنين للتعافي، لأن الاقتصاد تراجع بصورة كبيرة جدا بعد هجمات 11 سبتمبر 2001.